هاي يا سكراتنا الحلوين، واليوم رجعنا لكم فيديو جديد والعنوان بيقول لا والله اخذت كلمتك وقناتك كمان، يعني مو بس كلمتك وسكراتك. ايوه ايه سكراتك سكراتك. ايه من متى؟ من جديد. انا انت ست واحد ف عارفه هي اللي تعرف. طب يلا اول شيء، طب يلا ابدعي انت. يعني انا بعرفك انت كثير هلا مزعوجه انه هيا اخذي سكراتك. هي اللي تبدا. انا هيا عمري 26 خالة روز. طبعا هلا رحنا معانا هيوني، هي اختي، بتكون اخت ام روز وخالة هيوني، فان شاء الله هيوني راح تكون معانا. هيوني هيا هيا هيوني هيوني راح تكون معانا بالفيديوهات القادمة بإذن الله. بإذن الله. تحديات، مقالب، تحديات، مقالب، مقالب. ايه هتسوي فيها، هتسوي فيك مقالب. لا ابدا، انا مستحيل اسوي بخالتي مقلب. ايوه برافو. اللي متابعنا على السناب شات بيعرف انه هيا عم تطلع معنا بالسناب. طبعا انا بقول لها هيا، يعني هلا كثير استغربوا انه ليش روز بتنادي هيا هيا، ما بتناديها. موافقه هي ما بتحب حدا يقول لها خالتي. بالضبط. ايوه فمشان هيك روز بتناديها خالتي، لانه هي لساتها اصلا ما بقول لها خالتي، بقول لها هيا. عم بقول لهم انه مش لا انت بتقلتي. والله. طيب المهم هلا اللي متابعنا على السناب شات بيعرف انه هيا صار عندها حساب بالسناب شات. انا راح احط لكم اياه اول. لا سنابها هي وسناب. ايوه انت قلت سناب شات، خلص قول سناب. على فكرة أنا كنت بهيا، أنا كنت بروز، صرت بهيا وبروز. صح صح ماما. شو؟ نسينا إلا لا تحطنا لايك وشير. هاي أنا. وشير وشير اعملوا لنا وانتوا لا انتوا لنا. وليش سبسكرايب؟ براي. وليش سبسكرايب؟ شير اعملوا شير. وشو كمان؟ وانت اللي قولي سبسكرايب. أيوه. هي راح تقولها برا بعد خلف الكواليس البنات كلهم عم يضحكوا كلهم عليهم. يلا بس معلش هذا اول ظهور لهيا، بس حبينا هيك هذا الفيديو يكون تعريفه خفيف لطيف. ايوه بس روحوا ضيفوا هيا على السناب، وتعالوا ضيفونا نحن كمان على السناب لانه عم ننزلكم يومياتنا. واذا بدكم نسوي بهيا مقلب اكتبوا لنا بالتعليق. ايوه اكتبوا لنا، اكتبوا لنا تحديات جديده. ايوه صح، لازم نحن نكون ضيف هيك على الجديد على القناه. لازم مقلب ما بتعرف، ما منع صح يا روز. خلاص سكرات جهزوا حالكم، رح اعمل مقلب بروز او بام روز، واحدة من ال كيف حتسوي بام روز؟ ام روز ايوه. انا شايفه هدول اتفقوا علي خير ان شاء الله. انا جبت هذا لنفسي، انا جبته والله لنفسي. ولا مره بتعرفي ولا مره سويت مقلب بماما؟ كنت اسوي فيها انا وانت بعدين. اوكي اوكي اخذ شيء. تعرفي شو راح اسوي فيكم؟ انا اللي راح اسوي فيكم مقلب. ها المهم اكتبوا لنا شو حابين نسوي، تحديات بين بعض مثلا. هلا في افكار هلا احنا مجهزينها، انه تحدي بين روز وبين هيا، حلا، اندومي، تسوق، نشوف مين احلى شيء بيختار، لون يوم كامل بلون واحد. صح وكمان حلو. شو حابين يكون اول لون نختاره انه يكون اسود؟ طبعا اسود مشان هي. لا اسود لا، بالعكس انت لازم تختاري غير الاسود عشان يكون صعب علي انت تفوزي. هي لون وانا لون، يعني كل وحده لون. أوكي. اوكي طيب خلاص ماشي اتفقنا. فاذا حبيتوا هي تستمر معانا اكتبوا لها كلام حلو، واذا ما بدكم عادي نطلعها. حبيت والله. ايوه شو رايكم بظهور هيا وروز مع بعض، وشو رايكم بشخصيه روز مع هيا؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. اوكي شو حابين لسه تحكوا للسكرات؟ يلا تفضلوا الكلام لكم. وبس هيك، وانا بحبكم كثير، ودعموا لنا هيا على السناب شات لانه كثير متفاعله على السناب، وانا كمان لا تنسوا تضيفوني. اوكي شو رايكم؟ هون راح يكون سنابنا وهون راح يكون سناب هيا. اوكي يلا سوا سوا. يلا هلا بنختارها بعد شوي بس نسكر الفيديو. وبس هيك كان فيديونا اليوم. لا تنسوا الشير والسبسكرايب جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. حلو لازم احفظ سبا كأنهم بدهم يطلعوني برا. قلبك قلبك يلا انت قلبك هيا لازم تحفظي ما بتابعكم. لا
الا بتابع لحظه لحظه يا اختي الاشياء اخر فيديو يلا ايوه اخر فيديو ايه يلا بسرعه شو اخر فيديو لا ذكرت حسينا شو هو اخر فيديو انت تعرفي اني جيت من السفر ما كنت متابعه اي شيء طيب اوكي شو هي حركتنا اللي بنسويها نهايه الفيديو يلا اوكي لا هلا لانه قالت لك صح لا 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 طيب يلا اوكي لما نسوي هاي انا شو بقول باي لا غلط بحبكم كثير غلط شفتوا انه هي متابعه غير قلبك 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 او سلام اوكي يلا سلام سلام هيك عجبكم يا سكرات قال اجتنا هيا عشان تدرسنا المدرسة الخصوصية درسنا انجليزي يعني انجليزي انت you know what you انجليزي اخر اشي راحت حتى قال بعذر بدها تروح تنام لكل ماما دفعتي لها فلوس دفعت لها فلوس عشان تيجي تدرسك انا هاي على اساس جايبتها مدرسة خصوصية وللأسف للأسف خلاص انا قررت شو قررتي راح اسوي فيها مقالب وتحديات تحديات مثلا زي مثلا حار بارد ايوه هي طبعا بتحب الحار بس احنا فينا نسوي حار اكسترا 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 بالضبط ويمكن نسوي تحدي او فيها نسوي فيها مقلب يعني هلا ما قلتي لي هي ليش ما درستك عندك اختبار ليش ما درست بدها تروح تنام ما بيصير احنا جايبينها على اساس متفقين معاها انه تدرسك لانه انت عندك اختبار اساسا بقى. اساسا عادي اقوله ليه ليه لانه هي عم تقرا الكلمات غلط مثلا تعي اربع وين هوني مثلا هاي تايرد متعب يعني هي هنا تقرا تيرد هي هيك قراتها لا بس انا مثلا لو فيك انا لو كانت هي درست ايوه الحمد لله عندي دلوعه علشان هيك اجبرناها تطلع معنا بس بالقناة كيف انت دفعتي لها فلوس المفروض اول اشي تدرسها بعدين تسوي لها هاي انا علشان هيك اجبرتها تطلع معنا بالقناة لانه نحن مضغوطين كنا كتير بالاختبارات كتير هي اجت راح اجي درسك ونسوي المقدمة سحبت علينا من بدايتها يعني حتى اللي لا ترقبي اللي بده يصير فيك او في ماما انت مصره علي انا وياكي اصحاب المفروض انا وياكي نضل ايد وحده نحلمونا نار نهار ونار عمل انا قلت ايوه هو بس والله هو هيك هذا هو اللي سويته فينا هيا اضطريت ادرس ايوه يعني دفعت فلوس هذا اللي قاهرنا اكتبوا لنا بالتعليقات شو رايكم بتصرف هيا معانا وبالاختبارات او خاطئ اكيد خاطئ حبيت بدي اسوي فيديو تتصرف تصرفات هذا الشيء صحيح ام خاطئ نصير زي دانا هذيك اللي بالتلفزيون تعرفيها اللي كانت تطلع ام بي سي 3 وبس والله هيك هذا اللي صار معانا اكتبوا لنا بالتعليقات شو حابين نسوي لكم فيديوهات بالفترات هلا انا بدي اياك تتصل علي هلا اعطيني الجوال لو سمحتي اعطيني ياي يلا اتصلي علي تفضلي تكرمي هي اسمها لا 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 اتصلي علي اتصال عادي طب صبر يما ايش في اعطيها لا تسوي لك حتى سبيكر وهقت في كل دول يعني اللي لو وهقتيني وجايبيتك انا على اساس مدرسة خصوصية وعندي اختبارات واخر يعني ايش تتركيني وتروحي خليها هيك هيا عم نصور كاميرا تكملة الفيديو اي يا عمري لا والله بدوني يا رون وليش ما درستيني انجليزي ما اساس حد درسينا شو؟ أنا بستلمك من أول منهاج أفضل. ها؟ أنا بستلمك من أول منهاج أفضل يعني من بداية السنة. لا والله طب نحن هلا بداية السنة. اللي عنا اختبارات أنا جايبيتك عشان الاختبارات. والمشكلة ما دفعت لك فلوس يعني. إيه.
شو ما وصلت لك؟ وصلت لك خلاص. بسمع يا راد، انا راح ابلش معك ادرسك بعد الامتحانات. كيف هاي زبطت معك؟ تزبط عشان اول نفسي. طب هيا بدي هيا هيا افرزك لعبك هيا. حلو حلو. طب هيا، شو يعني تايرد؟ تكمل الفيديو. شو يعني تايرد؟ ها ماما عم بتناديني. لحظة، عم بتناديني. يلا بدها تهرب مني. ايوه طب طب حاعطيك اشي سهل. يعني شو يعني فذر؟ شو يعني فذر؟ فذر ماذا؟ فذر ماما. فذر صح؟ فذر بابا صحيح. طب شو يعني بيرسنت؟ ما ادري شو كانت. طب شو يعني كازنز؟ شو يعني كازنز؟ كازنز كازن. ام احس دراسه هون يعني. تعرفي راز؟ تعرفي راز؟ الله. تعرفي راز؟ أنا بقول الحمد لله إن ما ضلت وما درستك للاختبارات، ولا كان جابت كل العيد. أي والله، وكانت ورطتك. يا حبيبي يا حبيبي اسمعيني، أنا بسلمك بعد يعني نبدأ يوم ثاني جديد بعد ما خلصت امتحانات. هيا مو عزيز قلت لي راجعة البيت تنامي عشان وأعطيتينا هالعذر عشان لا تذاكري له. لا اوكي اوكي، حسابك بالفيديو الجاي. حسابك بالفيديو، حساب ماما بالفيديو الجاي. لا ايش دخل مقلب بالفيديو ما. صبر صبر. لا خلي سبيكر، خلي سبيكر. ها صبر، خلي سبيكر. هاي ها ايه، شفتوا كيف صايرين عم يتفقوا علي؟ بس انا قلت لكم انا اللي جبتوه لنفسي. قولي شو هو المقلب. قولي شو هو المقلب. ترضوه علي يا سكرات. خلاص ماشي اوكي. وهيك كان نهايه فيديونا لليوم. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. هيا هيا انهي معانا الفيديو. يلا يلا، 1 2 3 هيا كلها. يلا هيا قولي. هاي بس هيك كان فيديونا اليوم. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وشو لا انت قول، انا قلتهم كلهم. لا تنسوا تعملوا اشتراك. راز مبسوطة على هيا انه ما بتعرف تنطق السبسكرايب. سك بالربايب، مسك بكرايب يا هيا. سبسكرايب سك بالرايب. يلا سلام. قلبك قلبك قلبك. Yeah.